مشاهدينا الكرام، للحديث عن مآلات التوتر بين واشنطن وموسكو خصوصا بعد حادثة إسقاط المسيرة الأمريكية والتطورات في أوكرانيا، معنا من اسطنبول عبر سكايب الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. حياكم الله سيادة العقيد. حياكم الله، أسعد الله مساءكم. بداية يعني للحديث عن مآلات التوتر بين واشنطن وموسكو، يعني واشنطن تقول أنها ستتخذ ما يلزم لحماية معلومات الطائرة المسيرة المتحطمة وتؤكد مواصلة التحليق فوق البحر الأسود. ما هي الرسائل التي تريد أن توصلها الولايات المتحدة إلى روسيا؟ بداية يعني هناك اختلاف بين وجهات النظر من كلا الجانبين حول المياه الدولية. بعد أن سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014 تقريبا، أصبحت بحكم القانون الدولي التي لم تعترف به إلا روسيا بأن مياه البحر الأسود أصبح أرض أو مجال روسي. أما الولايات المتحدة التي ودول مثل بريطانيا ودول عديدة لم تعترف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، لا يزال البحر الأسود هو منطقة توجد فيه منطقة دولية أو منطقة للطيران لكل الدول. لذلك الولايات المتحدة كما قال بلينكن وزير الدفاع بأن لها الحق واستخدام القانون في طيران طائراتها الاستطلاع والمسيرة وغير ذلك في البحر الأسود. أما بالنسبة للروس فتعتبر بأن اقتراب هذه الطائرة الامكيو 9 باتجاه سواحلها يعني أدى إلى خروج طائرات السوخوي 27 واعتراض هذه الطائرة ويعني مضايقتها حتى تم إسقاط هذه الطائرة. طيب، الروس بالفعل هم يريدون السيطرة على هذه الطائرة أو على أجزاء من هذه الطائرة، وخاصة بأنها طائرة تجسس وأن الأجهزة التي توجد في هذه الطائرة ربما تكشف عن مهمة هذه الطائرة وماذا تحوي. ولكن الأمريكيون قالوا بأنهم يعني قبل أن يسقطوا هذه الطائرة في المياه بأنهم أجروا سوفتوير لهذه الطائرة. نعم. وخاصة طيب بأنها سيادة العقيد، يعني بعد هذه الحادثة التي تعد الأولى من نوعها بين هاتين الدولتين، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة قد تجر إلى مواجهة، ربما إلى تصعيد؟ هل تعتقد بأنها قد تستفز فعلا نتيجة هذا الحادث؟ يعني هذا الحادث هو مفصلي بالفعل، هو للمرة الأولى يتم الاحتكاك ما بين طائرات من روسيا وطائرات أمريكية في أي مكان، وخاصة بأن الروس يتهمون الولايات المتحدة وحلف الناتو والدول الأوروبية بأنهم يشنون عدوانا على روسيا، هكذا يقولون، ولا يقولوا بأنهم يدعمون حرية أوكرانيا ودفاعها عن أراضيها. لذلك يعتبر هذا أمر مفصلي، والولايات المتحدة حذرت من تكرار هذه الحادثة مرة أخرى. ولكن الولايات المتحدة والروس اليوم لا يرغبون في التصعيد أو الوجود الحرب المباشرة بين الدولتين، هم يحاربون بالنيابة في مناطق عديدة في طيب العالم. يعني بعد هذا الحادث سيادة العقيد، بعد هذا الحادث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذين قالوا طبعا الروس ردوا أنهم لا يعترفون بهذه المحكمة. السؤال هو طبعا كانت التهمة أنه ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا. السؤال، هل أوكرانيا فقط من ارتكبت فيها روسيا جرائم حرب؟ ماذا عن سوريا؟ يعني للأسف الشديد كأن السوريين أو الدماء السورية أو الجرائم الروسية في سوريا وخاصة جرائم بشار الأسد، يعني كيف يتم تجريم بوتين وهو الداعم الأساسي لبشار الأسد ولم يتم تجريم بشار الأسد الذي استخدم الكيماوي وتم إثباته عدة مرات، والولايات المتحدة التي أخرجت قانون قيصر إلى العلن. على ماذا أخرجت قانون قيصر وقانون الكبتاجون؟ أليس على جرائم بشار الأسد الذي ارتكبها في السجون؟ ولكن كأن العالم ينظر اليوم بعيون مختلفة لبشار الأسد. ولكن بالنسبة لبوتين أتوقع بأن
الغرب والناتو يركز على روسيا اليوم بأنها خطر جسيم على العالم وعلى أوروبا، ولكن بشار الأسد لا يشكل خطرا على الولايات المتحدة وعلى أوروبا. لذلك بدأت بالفعل يعني النقطة الأولى أو الخطوة الأولى في محاسبة بوتين ومن ارتكب الجرائم في أوكرانيا. إذن المحكمة الجنائية الدولية انتقائية بقراراتها. يعني المحكمة الجنائية الدولية لا أتوقع بأنها من يعني على كيف تقوم بمحاكمة أي قاتل أو أي مجرم، ولكن الدول التي تقوم بتقديم هذه المعلومات وهذه الشكاوي حتى يتم اجتماع يعني محكمة الجنايات الدولية وتجريم هذا الرئيس أو ذاك الذي ارتكب جرائم حرب، وقد سبق وتم تجريم الرئيس الراحل معمر القذافي والرئيس البشير في وهذا الرئيس الثالث في العالم يتم تجريمه وإصدار أمر باعتقاله، وتم توزيع هذا القرار على 123 دولة بأن يتم القبض عليه وإيصاله إلى لاهاي إلى محكمة الجنايات الدولية. هل تعتقد بأن ما جرى من قضية إسقاط المسيرة الأمريكية يمكن أن ينعكس سلبا على القواعد العسكرية الروسية في سوريا ممكن مثلا؟ يعني أتوقع بأن محاسبة بوتين واعتباره مجرم حرب وهو القائد العام للجيش الروسي والدولة الروسية، حتى أن إسقاط الطائرة لا يمكن أن يكون أمرا يعني فقط من عقل أو من بداهة الطيارين الروس، بل نعرف بأن الدول التي مثل روسيا أو نظام الأسد لا يقوم الطيار بارتكاب أي عمل إلا بأمر القائد الأعلى وهو بوتين. لذلك هذه الجريمة التي ارتكبها يعني بوتين في أوكرانيا ونقل 16,000 من الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، هذا الذي تم المحاكمة عليه، أتوقع بأن الانعكاس سيكون فقط بالنسبة أمر أخلاقي أمر قانوني محكمة الجنايات الدولية، ولا أتوقع بأن بوتين غدا سيكون خلف القضبان نهائيا، لأن يعني حتى روسيا بأنها منسحبة من محكمة أو من قرار روما الذي يعترف بهذه المحكمة، يعني لم تعترف طيب. بهذه المحكمة روسيا، لذلك ما يؤثر على المسألة السورية أتوقع بأنه إيجابي أن يكون رئيس دولة يعتدي على سوريا هو مجرم حرب وبرأي محكمة. سؤال باختصار سيادة العقيد، الآن مع اقتراب انضمام فنلندا للناتو وهناك أيضا طلبات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وزارة الدفاع بالإسراع بتسليح أوكرانيا بطائرات F-16، تحدثت قبل قليل وقلت أن الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة لا تريد التدخل مباشرة، هل تعتقد بأنه ربما الساحة الأوكرانية ستشهد تصعيدا جديدا في القادم مع اقتراب تسليح بعض الدول الأوروبية إلى أوكرانيا وكذلك مطالبات الأمريكان بتسليح أوكرانيا كذلك؟ نعم، هناك يعني حملة واسعة جدا لتسليح أوكرانيا بأسلحة متنوعة، وخاصة بدأت الدبابات تصل اليوبارد والتشالنجر وبرامز الغربية المتطورة إلى أوكرانيا. كذلك اليوم أعلنت بولندا بأنها ستسلم بالعاجل خلال أيام 4 طائرات MiG-29 وهي الطائرة الحديثة التي يمتلك الروس منها وهي تصنيع روسي أو سوفيتي لأوكرانيا، وأتوقع بأن الطائرات ستحدث. ولو تتبعنا الحرب الروسية الأوكرانية التي منذ عام ونيف بدأت ضد أوكرانيا، الغرب والولايات المتحدة بالتدريج وحسب متطلبات الميدان والمعركة يقومون بزيادة نسبة التسليح كما ونوعا وكذلك تدريبا للجنود الأوكرانيين. العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري السوري كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.